صحة وسعادة. صباح الخير والسعادة وراحة البال، أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. بداية أعزائي المستمعين أرحب بفريق العمل من إذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، بتكون اليوم معنا زميلتي ميرا الغفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم آمنة العلي وبكون معاكم خلال هذه الساعة. أعزائي المستمعين، اليوم يصادف يوم الطفل الإماراتي، وبتكون حلقتنا اليوم متنوعة وجميلة، بتاخذون منها كل ما هو مفيد. بنتحدث فيها اليوم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وبنتكلم اليوم في فقرة جميلة مع الدكتورة أزهار عن الصحة النفسية للطفل، وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن فوائد الكركديه. لا تنسون أعزائي المستمعين كم تشاركون معنا في برنامج صحة وسعادة على الأرقام التالية 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. خبرنا لليوم يقول: يوم الطفل الإماراتي يتوج الرعاية الشاملة لجيل المستقبل. مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، تحرص دولة الإمارات على توظيف هذه المناسبة للتوعية المجتمعية بحقوق الأطفال، ومن أبرز تلك الحقوق حق الصحة الذي اختارته دولة الإمارات موضوعا للاحتفال بيوم الطفل في عام 2022. وذلك بما يتماشى مع التزامها بالحفاظ على حقوق الطفل والنهوض بجيل المستقبل، وتحرص دولة الإمارات على تقديم أفضل رعاية صحية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لديهم من قدرات ومهارات ومواهب، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 واللي تستهدف إلى تجهيز جيل يحمل راية المستقبل. ويوافق الاحتفال بالمناسبة تاريخ احتماد قانون حقوق الطفل، قانون وديمة عام 2016، ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور جميع ما لديه من قدرات ومهارات، مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل. ويأتي اختيار حق الصحة شعاراً لاحتفال هذا العام، بما يتماشى مع التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز حق الصحة لكل الأطفال، بمن فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما نبدأ فقرات برنامج صحة وسعادة مع فقرة السوشيال ميديا، وبتكون معنا زميلتي أسماء الجناحي بتحدثنا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل متابعي إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول شيء من ضمن الأوسمة اللي قاعدين نشوف فيها يعني أو نلاحظ فيها كثير من المشاركات هو يوم الطفل الإماراتي، ونحن ننصح أولياء الأمور أنهم يقعدوا مع عيالهم ويشرحوا لهم حقوقهم وواجباتهم اللي عليهم، يقعدون يكون مثل قاعدة معهم يشرحوا لهم ليش هذا اليوم مميز وليش تم اختيار هذا اليوم يكون يوم الطفل الإماراتي.
وخصوصا الجانب اللي يعني إنه ربط العلاقة بين الوالدين والأطفال، وهذا أكيد بيكون اليوم عندكم حلقة طويلة في هذا اليوم. نعم تأكيد. أني أيضا نحن مستمرين في حملة الكلى اللي مستمرة على شهر مارس، والبارحة كنا نتكلم عن أعراض الفشل الكلوي. أعراض الفشل الكلوي كانت في مجموعة من الأعراض مثل فقدان الشهية، ضيق التنفس، الغثيان والغيء، رهاق وضعف، تغييرات في مقدار التبول، تورم في الأقدام والكاحل، اضطراب في النوم، حكة مستمرة في الجلد، تشنجات وتقلصات في العضلات، وضعف في الوظائف الذهنية. لكن نحب نأكد أن يمكن التحكم بمرض الكلى المزمن إذا تم اكتشافه مبكرا. وأيضا نحب نأكد أن ممكن الأشخاص في بداية مرض الكلى المزمن ما يكون عندهم أعراض، لذلك ننصح أصحاب الأمراض المزمنة أنهم يسوون الفحص الدوري، وعشان دائما يلاحظون مثلا عندهم سكري وغيره يلاحظون أن الطبيب دائما يحط لهم فحص وظائف الكلى، فهاي من أحد الأسباب. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن أسب يعني نعطيكم مجال لهذا اليوم تكلمون عن الأطفال، لكن نحن نحب نقول نصيحتنا اليوم تقول لا تكثر من لوم نفسك عند الخطأ، بل فكر في كيفية تصحيحه. مشكلتنا نحن نطول ونلوم عمارنا وناخذ وقت طويل نلوم عمارنا، لكن في النهاية نكتشف أن نحن ضيعنا الكثير من الوقت، وهذا الوقت اللي كنا نحن لو عدلنا الخطأ كنا تميزنا أكثر وابتكرنا ووصلنا للنظام الصلاح. الخطأ وارد، نحن بشر، لكن لا تكثر من لوم نفسك ولا تكثر من تفكير في الأخطاء، لكن حاول تصلحها وفكر في كيفية تجنب الخطأ مستقبلا. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لزميلتي أسماء الجناحي، واتمنى لك يوم جميل. أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج صحة وسعادة مستمرين مع فقراتنا، ولكن اليوم نحن نتحدث عن يوم الطفل الإماراتي. وفي هذا اليوم اختارت دولة الإمارات أن يكون الشعار حق الصحة، ويهدف إلى نشر ثقافة اللعب والحركة لما يخدم الصحة النفسية والجسمانية للطفل. وطبعا أعزائي المستمعين، إذا بنتكلم عن حق الصحة فنحن نقول أن أقل حق ممكن تقدمه عائلة للطفل أنها تهتم بصحة هذا الطفل. لا تنسون أعزائي المستمعين أنكم تقومون بالفحوصات الدورية لأطفالكم، إذا نقول مرة في السنة أخذنا الأطفال لفحوصات دورية نطمن فيها على صحة وسلامة الأطفال، ولا ننسى أيضا بصحة مثل ما نقول الأسنان. لا تنسون تطمنون على أسنان أطفالكم، لا تنسون تطمنون على صحتهم بشكل عام، لأن الصحة حق من حقوق أي طفل. فإذا نحن ما شاء الله متوفرة عنا الرعاية الصحية في دولة الإمارات وبالمجان، فنحن نتمنى منكم أنتوا الأهالي أنكم تكونون مع يعني هيئة الصحة، مع وزارة الصحة، مع جميع الجهات الصحية يد بيد، لأن نحن يعني كمجتمع نعمل مع بعض لحماية هذا الطفل ولحماية كل حقوقه، ومن أبرزها حق الصحة. أعزائي المستمعين، بطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. في فقرة التغذية لليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن الكركديه اللي يعتبر من أهم وأشهر النباتات العشبية نظرا لاستخدامه في العديد من العلاجات التقليدية والأدوية الشعبية وغير ذلك من الاستخدام. ويسرنا أن اليوم تكون معنا الأستاذة رناد إبراهيم اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة رناد. صباح النور والورد عليكم جميعا وعلى المستمعين. يا هلا فيك أستاذة. اليوم إذا بنتكلم فكرة عامة عن الكركديه ومكوناته وفوائده الصحية. تمام. طبعا الكركديه هو يعتبر من أشهر وأهم النباتات العشبية نظرا لكونه يستخدم في العديد من العلاجات التقليدية والأدوية الشعبية.
وهي شجرة الكركديه، تعتبر من الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى مترين، وتنمو بالعادة في البلاد العربية والأفريقية حيث يكون المناخ حار. وأيضا يباع الكركديه بشكل عام على شكل أوراق جافة يتم حصادها في وقت الخريف، وهو يشترط للحفاظ على الكركديه أن يكون في مكان بارد وماتم ويكون بعيد عن أشعة الشمس. وطبعا هناك العديد أكثر من 200 نوع مختلف من أنواع الكركديه، ولكن الأكثر شيوعا هو كركديه يسمى بروزا سينينسيس المعروف بألوانه الحمراء. يعني احنا بنلاحظ دائما أنه الكركديه بيكون لونه أحمر. والجزء الذي نستعمله في الكركديه هو بالعادة السبلات التي تحيط بالزهرة، وأيضا يجب غسلها جيدا قبل استخدامها في أي في من ضمن الاستخدامات اللي نستخدم فيها الكركديه. نعم. وكما ذكرت طبعا الكركديه له فوائد متعددة، في من ضمنها بيعمل على خفض ضغط الدم، بنشط الدورة الدموية في الجسم، بيساهم على توفير فيتامين سي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعي للجسم، وأيضا يحمي من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. وأيضا هو مهم جدا في الحفاظ على صحة القلب، كما ذكرت هو يعمل على تخفيض ضغط الدم وأيضا يخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وأيضا في بعض الحالات ممكن يخفف من ألام الرأس، وهو أيضا في بعض الأوقات ممكن يعتبر كمشروب يساعد على التخلص من حالات الاكتئاب أو تقلبات المزاج، ويقلل من التوتر والقلق الذي قد يشعر به بعض الأشخاص الذين يعتبرون من الأشخاص الذين يثورهم القلق بشكل مستمر. نعم. يعني استاذة رناد، اذا بنتكلم عن اليوم نحن نسمع عن الكركديه وفوائده لارتفاع ضغط الدم، وطبعا ايضا فوائده العديده، اذا بنتكلم ايضا في ناس يقولون انها تقي من التهابات المفاصل والعظام والسرطانات لا سمح الله ايضا. صحيح. فاكيد هناك جرعه او طريقه مناسبه ممكن نحن نعد الكركديه كمشروب صحي. أيوة طبعا، هلا كجرعة محددة هو ما في جرعة آمنة لحد الآن إنه ككمية مستهلكة، أو دراسة علمية إنها حددت كم الكمية المستهلكة خلال اليوم. بس طبعا إحنا دائما مع إنه الإشي الوسطي، يعني لا الزائد ولا إنه القليل، يعني كأي شيء طبيعي يعني يكون في نظام الأكل. أما كطريقة تحضير فهو أغلب استخدامات الكركديه يعد كمشروب، فممكن مثلا أخذ أوراق الكركديه بما يعادل تقريبا كوبين، ويوضع عليه تقريبا لتر من الماء، ثم يعني بنخليه يغلي تقريبا شوي، يعني غلية واحدة، وبعدين بنخليه ينقع مش أقل من 3 ساعات، هي أقل مدة يعني بنخليه ينقع في الماء هاي المدة كاملة. بعدين ممكن يصفى أوراقه، وممكن إضافة عليه تحلية حسب الرغبة، بس يفضل طبعا العسل الطبيعي أفضل من السكر طبعا، ويضع بالثلاجة إلى أن يصبح باردا، ثم يمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم ما في أي مشكلة. نعم. ولكن أستاذة رناد، إذا ممكن أن نحن نعرف، هل يعني إذا تناولت الكركديه هل هناك آثار جانبية محتملة لتناول الكركديه؟ هلا ممكن يكون في عنا آثار جانبية لبعض الأشخاص الذين مصابين في مرض السكري أو الضغط الدم اللي عندهم هذا المرض. ليش؟ لأنه عليهم ممكن لا سمح الله يخفض سكر الدم بصورة كبيرة أو يخفض ضغط الدم، يعني ممكن يكون أصلا المريض عنده السكر منخفض، فلو شرب الكركديه ممكن ينخفض أكثر. وكذلك بالنسبة لمرض الضغط، يعني ممكن إذا كان المريض مثلا ما أخذ حبوب الضغط أو الضغط عنده نازل وشرب الكركديه فممكن يدخل في هبوط أكثر للضغط، فيجب يعني مراقبة السكر وضغط الدم قبل تناول الكركديه للمرضى اللي عندهم سكري وضغط دم. أما للناس الطبيعيين هو يعتبر آمن، لكن أيضا للمرأة الحامل هو له أثر يعني مضرة على المرأة الحامل، لأنه ممكن يحفز على انقباضات عنق الرحم، فممكن يؤدي لحدوث الإجهاض، وأيضا ممكن يسبب بخفض ضغط دم الحامل، فيفضل أي امرأة حامل أنها تتجنب استخدام الكركديه خلال فترة الحمل.
نعم، يعني مثل ما قلنا أستاذة رناد، عندك معلومات يعني الآثار الجانبية للكركديه؟ يفضل دائما نحن نقول المرأة الحامل أو الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم أنه عند تناول مثل هذه الأعشاب أنهم أول شيء على الأقل إذا ما بيبحثون في يعني الإنترنت، على الأقل أنهم يستشيرون طبيبهم المختص قبل تناول هذه المشروبات. لأن أنا أسمع أنه يتناولون، في ناس يتناولون كركديه بارد، في ناس يتناولونه دافئ، فيعني هو يعتمد على ايضا حتى اذا المشروب بارد او حار. فاذا بنتكلم عن فوائد هذا الكركديه واهميته لمرضى السكري، رح بس حابه اضيف نقطه على اللي حكيتيها، الكركديه البارد او الدافئ خصوصا لمرضى ضغط الدم، لان الكركديه لما يكون دافئ ممكن يعمل على رفع ضغط الدم بالعكس، اما البارد الكركديه البارد يساهم في خفض ضغط الدم. يعني كل واحد منهم يعني هو نفس المادة بس تعطي مفعول غير في حال لو كان دافئ أو إذا كان بارد. أما لمرضى السكري طبعا مثل ما حكينا هو له كتير فوائد، ومن ضمنها على السكر بشكل عام هو بقلل من نسبة الجلوكوز في الدم للناس العاديين وخاصة للناس اللي في عندهم سكري. وأيضا في بعض الدراسات تقول أن الكركديه ممكن يمنع امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، وبالتالي بيساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات. وهذا الإشي كمان مش بس بيساعد مرضى السكري، أيضا ممكن يساعد الناس اللي يحاولوا أنهم ينزلوا من وزنهم، فممكن مشروب الكركديه يساعدهم على هذا الشيء لأنه هو بيقلل بالأخير نسبة الجلوكوز في الدم. نعم أستاذة رناد، إذا بنتكلم يعني شيء يهم مثل ما نقول الحريم، يهم النساء بشكل عام، شو هي فائدة الكركديه؟ هل لها فوائد أولا للبشرة ولصحة الشعر؟ أكيد هو له فوائد متعددة، أيضا من ضمنها البشرة وفوائد للشعر أيضا. لا بالنسبة للبشرة هو يعتبر كمطهر ممتاز للبشرة. ممكن أوراق الكركديه في بعض التجميل أو شيء بيستخدم أوراق الكركديه في فرك البشرة، فبتزيد الخلايا الجلد الميت والرؤوس السوداء، بالعادة بتخلي البشرة أنها تكون ناعمة. وأيضا كمان الكركديه هو مثل ما حكيت هو غني في مضادات الأكسدة، فبتعالج أيضا مشاكل الجلد مثل حب الشباب أو مثلا الجلد الجاف، وبساعد على إبطاء الشيخوخة. ليش؟ لأنه كمان بيحتوي يعني على مضادات الأكسدة، هي كمان بتساعد على زيادة إنتاج الكولاجين وبتقلل من الميلانين. فهي الشغلات اللي هي بتخلي البشرة يعني تكون مشدودة وبنفس الوقت أقل عرضة أنها يعني يصيرها فيها تجاعيد أو أعراض الشيخوخة بشكل عام. نعم. هاي بالنسبة للبشرة. بالنسبة للشعر، هلا في ناس ممكن تستخدم الكركديه للشعر، ممكن يعملوه كعجينة مثلا يستخدموها للشعر. وفي بعض الناس بيستخدموا الكركديه أو هو مشروب الكركديه بيضيفوه مثل الحنة، الناس اللي ممكن تعمل حنة للشعر، فأول إشي بتعطي لون أحمر أكثر، وبنفس الوقت بتقلل من تساقط الشعر، وبتساعد كمان في منع الشيب المبكر. فهو كمان يعني يعتبر يعني مفيد جدا لفروة الرأس أو للشعر بشكل عام. نعم، جميل أن نحن اليوم عرفنا أن فوائد الكركديه مو بس لضغط الدم وللسكري ولأمراض معينة، ولكن أيضا للكركديه فوائد يعني على صحة البشرة وصحة الشعر مثل ما نقول. صح أكيد، هو مثل ما ذكرت أغلب الأعشاب أو سبحان الله الأعشاب اللي كانوا يستخدموها في قديم الزمان، لو رجعنا إحنا بحثنا عنها أو جربناها هنلاقي كل إشي فعليا ممكن يكون له أثار كثير على الجسم، وأثار كلها مفيدة وبتفيدنا أكثر من أنها تضر. أغلب الأعشاب بتفيد أكثر من أنها تضر، بس مثل ما حكيت كل إشي طبعا بالاستخدام المعقول، يعني اللي هو الاستخدام الآمن زي ما نحكي، ما مش بزيادة، لأنه أي شيء ممكن يزيد عن الحد الطبيعي فممكن يعطينا نتائج معاكسة. نعم بالتأكيد. أستاذ رناد، نصيحة أخيرة تقدمينها فيما يخص الأعشاب وعشبة مثل ما نقول، أو حديثنا اليوم كان عن الكركديه، إذا هناك مثلا كلمة أخيرة تقدمينها؟ بصراحة بفضل أنه فعلا يكون مشروب الكركديه مشروب دائما موجود، مشروب يومي على الأقل، لو كأس في اليوم أو كأسين في اليوم في الصباح والمساء، وخصوصا في شهر رمضان يعتبر من المشروبات الباردة، وكثير ناس تستخدمه بشهر رمضان، وممكن يكون كبديل مثلا عن الفينتو أو المشروبات اللي بتكون فيها سكريات، ما بدي أحدد نوع محدد، بس أي مشروب بيكون فيه سكريات زيادة فممكن نستخدمه كبديل له، بأنه إحنا نحط نحليه بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها
وبنفس الوقت حيكون في له فوائد، وبرضه بمنعنا من العطش، وبرضه بيروي الجسم خصوصا بعد صيام طويل والجفاف اللي بنكون فيه، فمحتاجين إشي ينعش الجسم كامل. فممكن نستخدمه كبديل لأي سكريات إحنا مش بحاجتها أو أي مشروبات تحتوي على سكريات زيادة. نعم بالتأكيد أستاذة رناد إبراهيم اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، أشكر لك هاي المشاركة الطيبة في برنامج صحة وسعادة، ونتمنى نستضيفك المرات القادمة إن شاء الله. لا شكرا لك، مع السلامة. شكرا لك. أعزائي المستمعين مستمرين معاكم في فقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن حق الطفل في الصحة، حق الصحة في يوم الطفل الإماراتي، مع الأستاذة أزهار من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال تريون. صحة وسعادة. أهلا فيكم أعزائي المستمعين من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين الصحة النفسية لطفلك لا تقل أهمية عن صحته البدنية، وفي يوم الطفل الإماراتي كلنا نعلم بأن دولتنا تحرص على تقديم أفضل رعاية صحية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لدى الطفل من قدرات ومهارات ومواهب. فعندما يتمتع طفلك بصحة نفسية سوية يتمكن من التكيف مع كل الحوادث والأمور اللي يمر بها في حياته فيما بعد. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن أهمية الصحة النفسية للطفل وطرق الاهتمام بها، ويسرنا طبعا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة أزهار محمد أبو علي اختصاصي نفسي أول إكلينيكي بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتورة أزهار. صباح الورد أخت آمنة، وصباح النور المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة زي دائما الصراحة. أهلا فيك، أكون معكم. الله يخليك، وأبا أحب أعيد عليكم كمان وعلينا كلنا، كل سنة وانتم طيبين، والطفل أطفالنا وأهالينا كلهم صحة وسعادة يا رب إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك دكتورة. أنا أيضا سعيدة بأن أخيرا حصلنا مكان في جدول الدكتورة أزهار، ما شاء الله المزدحم، ولكن حصلنا هذا يعني مثل ما نقول حصلناك في وقت مناسب وفي مناسبة يعني تعتبر عزيزة على قلوبنا، إذا بنحتفل في يوم الطفل الإماراتي، خاصة أن في هذا العام يعني الاحتفال يتحدث عن حق الصحة ويهدف إلى متابعة الصحة النفسية بشكل دوري لكل الأطفال، فمثل ما نقول يعني الشخص المناسب في المكان المناسب وفي اليوم المناسب. والله هذا شرف لي يا أخت أمنة أن أكون معكم جميعا في هاليوم كمان المميز بصراحة. نعم. وأنا طبعا دائما أشكر الأهالي والأطفال لأنه إحنا ممنونين لهم، لأنه لما يجونا هذا كمان شرف كبير لنا، وإحنا نتعلم منهم صراحة دروس كثيرة، فأنا ما أكون موجودة معاكم بدونهم كمان. نعم طبعا دكتورة، إذا بنتكلم في البداية يعني في بداية يعني هذا المحور، نقول شو هي أهمية الصحة النفسية للطفل من وجهة نظرك يعني كدكتورة اختصاصية في هذا المجال؟ طبعا هذه بداية جميلة، لأنه سؤال يعني مهم جدا، لأنه إحنا بالنسبة لنا مو بس كأخصائيين نفسانيين ومعالجين، إحنا نعتبر الصحة النفسية يمكن أهميتها نفس الشيء زي الصحة الجسدية، إذا ما كانت أنا بالنسبة لي يمكن أهم كمان، لأنها تأثر حتى على الصحة الجسدية والصحة بشكل عام للطفل. ليش؟ لأنه الصحة النفسية نعتبرها أخت أمنة البنية التحتية لمستقبل هالطفل، كيف بيكون هالطفل في المستقبل في سن الكبر، فهي تأسس الطفل من نواحي مختلفة، يعني اللائحة طويلة بصراحة، من ناحية المهارات الذهنية، من ناحية المهارات الاجتماعية، كيف طريقة تفكير الطفل، مبادئ الطفل، شخصية الطفل، هويته،
يعني كلها هذه تأثر عليها الصحة النفسية. فإذا إحنا انتبهنا للصحة النفسية من المراحل المبكرة جدا، وإحنا تناقشنا في المواضيع ونتفق أنا وأنت كثير عليها، إنه كل ما اهتمينا فيها من بدري كل ما أصلا حمينا الطفل هذا من التعرض لاضطرابات أو أعراض أشد تكون في المستقبل. وإحنا بنشوف صراحة يعني ساعات نشوف الأعراض اللي تظهر على الطفل أعراض جسدية بس، لكن لما يسووا الأطباء والفريق الطبي كل التحاليل وكل اللازم، إيش اللي يطلع؟ إنه الطفل بيعبر عن نفسيته من خلال الجسم، فما في أي عوامل جسدية. ويمكن بعض الأهالي اللي بيستمعونا اليوم يمكن عاشوا هالقصة، يعني إنه الطفل مثلاً يشتكي من صداع مزمن أو من حالات معينة تجيله يعني في البيت أو في المدرسة، فهذه كلها نكتشف إنها ما لها أي أساس طبي. فإحنا نعرف إنه الصحة النفسية كمان عند الطفل تأثر حتى على صحته بشكل عام، إلا وتوصل إلى مرحلة ساعات إنه يعبر عن كل هالستريس وكل هالضغوط النفسية من خلال جسمه، من خلال الأعراض الطبية. نعم. فهي جدا مهمة ولازم ننتبه لها من بدري. نعم. إذا دكتورة يعني أنا عارف أن هذا أكثر شيء تقدرين تختصرينه في أهمية الصحة النفسية، نحن إذا بنقول دكتورة كدورنا كأولياء أمور كأهالي، كيف يعني بتكون طريقتنا بالاهتمام بالصحة النفسية؟ كيف أنا كأم أهتم بالصحة النفسية لطفلي؟ هل هناك طرق معينة؟ هل هناك وسائل معينة تعيني على يعني تنشئة طفل يكبر بصحة نفسية جيدة؟ هو يعني انت يمكن تعرف ايش بقول، النمبر 1 يعني اول نقطه بقولها طبعا، اللي هي في طرق عديده بس اول نقطه نبغى نهتم فيها ونوثقها ونعززها هي ايش؟ هي الرابطه بين الاهل والطفل. نعم. يعني هذه من اهم يعني العوامل اللي ممكن تحمي الطفل وممكن تعزز الصحه النفسيه له. الرابطه الامنه ايش هي؟ انه الطفل يقدر يحس بالامان بالحمايه، إنه يقدر يتوجه للأهل حتى إنه ويقدر بنفس الوقت يعتمد على نفسه، فتكون البيئة سامحت له ومعطيت له مساحة إنه يستقل بنفسه لكن بنفس الوقت يعبر عن مشاعره بشكل بدون خوف زي ما نقول. يعني إحنا دائما يعني نقول للأهل حطوا أنظمة وحطوا قوانين، وطبعا الحدود جدا مهمة، لكن ما نبغى نركز دائما على التهديد أو العقاب أو الكبت. يعني جملة ساعات أسمعها من أهالي، تعرفي أنا ما أدري إذا سمعتيها أنت من قبل، إنه وبحسن نية طبعا مثلا للأولاد نقول لهم، إيش نقول لهم دائما لما يبكوا؟ لا تبكي، أكيد أكيد الأولاد دائما لا تصيح، ما يستوي تصيح، أنت ريال ما يستوي تصيح. هاي الجملة اللي نسمعها دوم. فأنا لسه أسمعه، وهذه بحسن نية طبعا لأنه الأهل يبقوا يعززوا إيش الثقة بالنفس وقوة الشخصية كل الأمور، لكن ايش المسج اللي احنا بنرسله للولد في الحاله؟ انه لا تتكلم، لا تي تقول شيء، لا تصيح، ما يستوي تصيح، صح؟ وايش يصير فيه لما هو يبدا؟ يعني طبعا هو حيثق بكلام اهله وحيسمع الكلام، ايش يصير فيه لما ما يصيح؟ حيبدا يتولد عنده طبعا يعني الكبت، وبعدين من هنا تنعكس على صحته النفسيه. فاحنا لازم ننتبه كمان للمسجز اللي احنا بنرسلها لاولادنا غير لا شعوريا كمان ساعات، احنا تعودنا عليها هالمسجز هذه، ويمكن سمعناها من اهالينا وسمعناها من قبل، لكن احنا لازم ننتبه ايش نعزز فيهم. يعني دائما انه يجونا، دائما انه يعبروا عن نفسهم، نبغى ننمي فيهم حتى المواهب. انا يعني من الناس اللي يعني اعتقد انه ومؤمنه انه كل طفل عنده موهبه الصراحه، بالتأكيد دكتورة. ما شفنا صح يعني أنت مجرد معايا. مثل ما ذكرتي دكتورة الرابطة هاي هي اللي بتبين لك إن مثلا هذا الطفل شو عنده من مواهب. يعني يمكن نحن دكتورة في يعني الحركة السريعة للأيام مع العمل ومع أن الأم والأبو يشتغلون، فتشوفين أن نحن يمكن الوقت اللي نقضيه مع الأطفال يعني قليل، ولكن يعني إذا في حد اكتشف عياله بيكون اكتشفهم في جائحة كوفيد-19، يعني اكتشفنا مواهب كثيرة للأطفال ما كنا يمكن بنكتشفها لو نحن في هذا الرتم السريع من الحياة. فأنتي مثل ما ذكرتي دكتورة في البداية، يعني من طرق الاهتمام بالصحة النفسية للطفل اللي هي الرابطة الأسرية، الرابطة المبنية على الأمان وعدم الخوف ويعني الثقة بالأهل. دكتورة إذا هناك أيضا طرق أخرى نتعرف عليها اليوم، بما أن نحن نعرف أن وقتنا وايد قصير، فنبغى نعرف منك الكم الكبير اللي ممكن يستفيدون منه المستمعين بالتأكيد. اي لا انت زي ما قلتي، انت قلتي كلمه حلوه كمان في البدايه أما انه قلتي انه التكيف، لما نعلم الطفل كيف يتكيف
وكيف يتعايش، لأنه الطفل يمر بصعوبات. وأنا توي بتكلم لي صدفة مع زميلة وبتحكيني يعني عن طفلة بيمر في مرحلة مراهقة، ونقول وقلت لها إنه صراحة هم ساعات يمروا بمراحل صعبة، يعني إحنا لازم نفهم إنه الزمن اللي إحنا عايشين فيه مو سهل للجميع زي ما تفضلت يعني، فلازم كمان إحنا نعطيهم مساحة. يعني ساعات أشوف أطفال الصغارية هذول اللي يبدأوا يمشوا توهم في البداية صح، وأشوف الأم على طول ولا الأب يجروا يبغوا يمسكوهم عشان ما يطيحوا أو يتعوروا. طب إحنا ما نبغى الطفل يتعور، لكن إحنا لازم ندي مساحة للطفل يجرب ساعات صح؟ نعم بحدود طبعا اللي بحدود الطبيعي يعني، بحدود اللي ملائم لمرحلة النمو بس. ونبغى ساعات لازم يفشل، لازم انه يتعلم انه كيف اجين، هي مو بس التكيف يوصلنا الى مرحلة نسميها المرونة، المرونة النفسية اللي هي ايش في يعني اللي هي تغلب قدرة الشخص او الطفل على التغلب على المصاعب، تتولد من هو صغير. والقدوة طبعا الأهالي يعني حتى المدرسين دكتورة، يعني إذا نحن بنتكلم عن دور المعلم في هذه المرونة النفسية، يعني أنا إذا بذكر لك مثال دكتورة، في مرة المرات يتني بنتي أنا بعد يعني يوم طويل من التدريس ماث ورياضيات وندرس وشي، وها جيت قلت لها ها كم يبتي في الامتحان؟ قالت لي ماما يبت، يعني هي ما تعرف يعني صغيرة، تقول يبت 15 من 10. قلت لها قولي لي يا عدل كم يعني 10 من 15؟ قلت لها أنا توقعت تجيبين درجة كاملة على كل هالتعب. عشان تقول بس ماما الأبلة قالت لي أن عادي لو أنا جبت 10 من 15، في المرة الجاية إن شاء الله بجيب 15 من 15. قلت يعني الأبلة أفهم مني الصراحة، يعني وجهت رسالة يعني مبطنة للطفل أن أنت مو بلازم تجيب دائما درجة كاملة. حتى أنا بعد هذا اليوم أصبحت ما أطلب منها أن تجيب هاي الدرجة الكاملة، لأن أنا هاي الدرجة الكاملة هي اللي عقدتني في حياتي، خلتني أتخوف من الدراسة وأخاف من الامتحانات، لأن دائما كنت أبي أوصل للمثالية، مثل نقول أبي أوصل للدرجة الكاملة، أبي أوصل مثلا للنسبة المعينة، عشان أن في النهاية هدفي نبيل، أبي أسعد أمي وأبوي. بس أن الطفل اللي من صغره يتربى أن صح المثالية حلوة، صح أنه لازم أجيب درجات عالية، هذا شيء مهم بالتأكيد، ولكن ما نخليه هوس للطفل أنه لازم يجيب الدرجة الكاملة، لازم يعني يكون مثالي. مثل ما قلتي دكتورة، الفشل أحيانا ممكن يعلمنا، ممكن الغلط هذا البسيط يعلم سواء الطفل أو الأهل. يعني أنا هاي غلطتي أني قلت أنه ليش ما يبتي درجة كاملة، تعلمت منها أن أنا خلاص ما أقول يعني ليش يبتي درجة نازلة، بس مو ليش ما يبتي درجة كاملة. فيعني نعم. التربية تعليم، كأنت يعني أنت قلتي مثال حلو جميل جدا يا أمل، لأنه أنت كمان يعني أم، أنت كمان كنتي أوبن يعني للتغيير، يعني أنت قلتي أوكي لا خليني، كانت لحظة تأمل بالنسبة لك بالضبط، خليني أيوة يعني ما 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 يعني انتبهتي لهالشيء. دائما دكتورة الطفل الكبير يعني الطفل الأول، الطفل الكبير هو اللي تعيشين معاه تجربة التعلم، يعني مهما بيون يعني بعدهم أطفال، أنت بتكونين يعني بالتأكيد خلاص خدتي الدروس كلها من أول طفل، هو اللي يأكلها، هو اللي يأكل كل الأشياء اللي نقدر يعني نقول الغلط يمكن يعني أو يعني التفكير. أنا الكبيرة كمان في عائلتي فأعرف يعني أنت مكان هند بنتي يعني حلو التعلم دكتورة، بالعكس شيء جميل، بس فيها شيء جميل كمان بنفس الوقت نتعلم منها يعني. نعم. بس هي التربية، رحلة التربية كمان إذا إحنا بنخاطب أولياء الأمور ونشكرهم طبعا على مجهودهم، إنها هي رحلة، ما في كتاب يقول لنا مثلا هذا الصح وهذا الغلط، وكل طفل يختلف كمان مهما قرينا دكتورة. أنا أقرأ دليل تربية البنات، دليل تربية بس ما شي فايدة، الدليل غير والحياة غير يعني غير صح بالضبط، والظروف الحياة غير كمان بالتأكيد، وحتى غير دكتورة يعني بيئة الدراسة، بيئة الأطفال حوالينا، نحن دائما نحاول يعني نتكيف مع التنمر، نتكيف مع مثلا يعني المدارس المختلفة اللي يذهب لها الأطفال، الأجيال المختلفة اللي يعاشرونها سواء كانوا مع الأطفال في نفس سنهم أو أطفال أكبر منهم. فنحن نقول دكتورة هذه كلها مثل ما قلتي رحلة التعلم بين الأم والأطفال، والصحة النفسية لها دور كبير في هذه الرحلة. دكتورة نحن يعني إذا بنقول اليوم في آخر يعني 9-10 دقائق بنتكلم عن نقطة مهمة، أنا لاحظت دكتورة أن أنت أيضا في لقاءاتك تركزين عليها، وقلت إلا ما أطرحها اليوم بمناسبة يعني يوم الطفل الإماراتي، أن نحن نتكلم عن أهمية اللعب لصحة الأطفال. فشو هي أهمية اللعب دكتورة لصحة الطفل؟
يا انت تعرفيني كويس انا من مؤيدين اللابتوب حتى الكبار ها مو بس الصغار بالتاكيد لانه ينمي مهارات يعني كثيره بصراحه وهو له فوائد علاجيه كمان. طبعا لما نقول اللعب هو مختلف يعني في انواع كثيره من اللعب في الحركي وفي ينمي الخيال وفي التعليمي الثقافي في الفني في الموسيقى وكل مرحله طبعا تختلف عن الاخرى يعني. بس بشكل عام يعني اذا نلخصها يعني طبعا اول شيء احنا يعني حتى احنا كمعالجين عندنا من توجهاتنا في العلاج وبعضنا متخصصين فيها اللي هي العلاج عن طريق اللعب. وساعات الاهل يتفاجئوا يعني يستغربوا انه احنا بنلعب مع الاطفال بس اقول لهم انه اللعب لانه يعطي اول شيء مساحه للتعبير. الطفل ما يقدر يعبر عن كل شيء طبعا واحنا تكلمنا من قبل انه ما عنده المصطلحات يعبر عن كل الاحاسيس اللي هي كثير صعبه التعبير عنها او التجارب الصعبه. ثاني شيء طبعا علميا يعني معروف انه اللعب ينمي ويطور وظائف في الجهاز العصبي واجزاء من الدماغ معينه يعني يمكن ما تقدر تنميها بطرق اخرى. ينمي المهارات الاجتماعيه، ينمي كيف الطفل يفهم المجتمع، يفهم حتى من ناحيه ثقافته، من ناحيه المبادئ، من ناحيه الحدود القوانين. ينمي ضبط النفس كمان، ينمي الحركة بشكل عام، ينمي الأحاسيس يعني اللائحة برضو طويلة في السؤال طبعا. ينمي الابتكار، كيف الطفل يحل المشاكل يعني في أشياء تانية. ينمي حتى كيف الطفل يكتشف نفسه لأنه اللعب طبعا يختلف. في أنا بنشجع الطفل ساعات يلعب لوحده لكن not too much، ونبغى نساعده كمان يشارك التانين اللي هو إذا كانوا أقرانه أو أخوانه أو أهله كمان ويولد طبعا أنا يعني بشكل عام يولد السعادة يعني يولد السعادة حتى علميا يعني والإيجابية. وإحنا نتكلم أنا وإنت كمان دائما عن المتعة المشتركة اللي هي كثير مهمة حتى للصحة النفسية. فإذا أنا عندي نصيحة يعني للأهالي إنه هي يعني نوعوا من طريقة اللعب مع الأطفال أو حتى أدوا مساحة للطفل ساعات يختار ألعابه. طبعا أنا ما بتكلم عن الإلكترونيات والجيمينج والأمور هذه، أنا بتكلم عن الألعاب الثانية. وشاركوا أولادكم باللعب يعني قد ما تقدروا، لأن في كثير أهالي يعني لما أسألهم متى يعني لعبتوا آخر مرة مع أطفالكم، وطبعا زي ما تفضلتي الأسباب كثيرة منها مطالب الحياة وأنه طبعا دراسة تأخذ أولوية، ما في وقت للعب. وفي أهالي طبعا يمكن ما تعلموا يلعبوا حتى هم وهم صغار كمان. فإحنا دائما أشجعهم أنه جربوا خذوا التجربة مع الأطفال وحتشوفوا الفوائد وحتشوفوا كيف حتى الرابطة كيف تتوثق يعني بينكم وبين أطفالكم. نعم بالتأكيد. أيضا دكتورة نحن يعني يمكن عن تجربة حاولت أني أسوي لكل شيء يعني الطفل دكتورة يوم تقولي له مثلا إذا قلتي لهم تعالوا نشرب شاي بيكون عادي الموضوع نشرب شاي، بس إذا قلتي لهم تي بارتي يتحول موضوع أن هذا واو يعني حتى تعالوا نلبس بجامة أنتوا ويعني أقرانكم يعني أهلكم بنات العم بنات الخالة عادي بنلبس بجامة، بس خلي نلبس بجامة تستوي حفلة بجامة يستوي الموضوع أنه واو. فأنا لاحظت هالشي يعني الصراحة وجربته يعني مثلا إذا أشوف اهتمامهم في شيء معين يعني مثلا عندي يعني ما أدري صراحة من وين يابت هاي الفكرة، بنتي تقول ماما سوي لنا حفلة شاي. يعني كيف أسويكم حفلة شاي؟ يعني أنا روحي يمكن في حياتي ما سويت حفلة شاي، بس هم لأن بحكم أن الأطفال منفتحين بحكم يسمعون يشوفون يوتيوب يشوفون أشياء يتابعون يعني نحن كنا نشوف حتى رسوم هم يشوفون أنا يعني في ناس معينين أتابعهم أعرف أنهم هالناس يعني عائلة مثلا زينة وشي أخر خلاص أشوفوهم مثلا عندهم عائلة أجنبية عائلة عربية تشد أنا شايفتنهم ما بأمنعهم من الشيء من عبات إذا هم يحبون، ولكن مثلا يسوون مثل هذه الأشياء فإن الأطفال يون يتوجهون. فجربت يعني الخميس الماضي رحت خذيت من محل الألعاب يعني أشياء أكواب وأشياء مميزة كذا ويبت لهم طبعت لهم صور أكواب كل واحد يلون الكوب وعزمت يعني أهلهم اللي يحبونهم الأطفال اللي معاهم في البيت وسوينا هاي حفلة الشاي المبسطة دكتورة. لو شفتي متعة الأطفال يعني حتى الأولاد اللي أنا توقعت إن شوي أنا يعني مثل ما نقول دكتورة اللي متعودة على البنات يبتلش مع الأولاد يعني أحس إن في وايد أشياء ما أعرف هل هي تناسبهم أو لا، ولكن بالعكس الكل يعني سواء الأولاد البنات الكل تفاعل مع هذه حفلة الشاي. فما يضر إحنا في يعني
في هال يعني الزخم في هال يعني مثل ما نقول الضغط دكتورة، ضغط العمل وضغط الدراسة وضغط الامتحانات، إن نخصص يوم في الشهر نسوي حفلة مميزة، حفلة دونت، حفلة شاي، حفلة كب كيكس، حفلة آيس كريم بما أن الصيف جاي، وكل موضوع دكتورة تحصلين له يعني في هاي المحلات مالت الحفلات تحصلين له ثيم كامل، يعني مجرد أنتي بنقولي بأمية درهم نقول أنتي كنت جهزتي الحفلة كاملة، ما عليك إلا يلا يبي شوية أكل. وساعات مو لازم حتى يعني من ناحية حتى ممكن تسوي الأشياء في البيت. في البيت صح، هذا طبعًا دكتورة عندك وقت أيضًا. عندك وقت يعني. ولا تستخدمين مال كل حفلة، أنا أخزن دكتورة في بوكس للحفلات. بس أنت كيف حسيتي كمان لما جربتي شيء جديد؟ دكتورة أنا مستمتعة لدرجة إن الزينة معلقة للحين في الصالة. يعني انهم قالوا لي لا تشلين ماما هالاكواب المعلقه من على الجدار وشي، ليش تشلين ماما وايد حلو، قلت اوكي خليه اسبوع ما يضرنا ما يضر حد، الموضوع ممتع. حتى انا دكتوره يعني ضغط ان نحن مثلا خاصه دكتوره احيانا اذا يعني مريتي بمثلا حجر صحي نفرض لمخالطه او لسبب ما، فتحسين ها ضغط الحجر الصحي خمسة ايام لستي في البيت روحه متعب، فتحتاجين بعده لتغيير لكسر للروتين. دكتوره يعني الحديث معك شيق، مثل ما اقول دائما ان الوقت ابدا ما يسعفني معك، بس ابي اخذ منك دكتوره ومن وقتك نصيحه أخيرة تقدمينها لمراقبة الصحة النفسية للطفل. أوكي يعني هو السؤال طبعا هحاول ألخصه، بس أنا المتعة معاكم برضو يعني ما أشبع منها، بس المراقبة كل خلينا نقول في كل مرحلة مهمة جدا، لازم نراقب التغيرات في أي مرحلة طبعا، إذا لا سمح الله في أي تغيرات نشوف نمط الطفل تغير، إذا كان نمطه في اليومي، إذا كان نمطه في المزاج، إذا كان في الدراسة الاجتماعي، فأي تغييرات أوجه الأهل إنه ينتبهوا لها. يعني تشجيع الطفل على التحدث كمان، وإحنا كيف ننصت له هذه جدا مهمة، يعني في تمرين بس أبغى أشارك بسرعة، بس أبغى يعني المستمعين معنا وأنت أنا إنه كيف نستمع غير، يعني مو الإنصات والاستماع غير طبعا، نشجع الطفل يجي يكلمنا. ساعات أقول للأهل لا تقطعوا الطفل، خليه يكمل وخلينا نعيد شو قال عشان نتأكد إن إحنا سمعناه صح، ونسوي نفس الشيء مع الطفل والأم، يعني إنه الأم تتكلم أو الأب يتكلم والطفل يسمع، لأنه هذه جدا مهارة ما أشوفها كثير ساعات، إنه مع سرعة الحياة والحواجز يعني. فإحنا نبغى ننمي الحوار، نخلي الطفل يجينا، نراقب التغيرات عشان نلخص، ولا تستنوا للأهالي، لا تستنوا، تعالوا بدري للأخصائيين يعني إذا في شيء شفتوه أو لاحظتوه أنتم مو متأكدين، لأنه دائما أقول التدخل المبكر جدا مهم. وفي الختام طبعا نختم الحلقة يعني في اليوم المميز هذا يا أمنا، أنه طبعا أهم شيء إيش بالنسبة لنا وللأسرة، طبعا نذكر أطفالنا أنه إحنا نحبهم، دائما أقول نعم. أنا وأنتي متفقين على الوقت، الوقت مش مهم، هي جودة الوقت اللي هي مهمة بالتأكيد، نوعية الوقت دكتورة، نوعية التواصل والتواصل كمان، يعني فهذه الثلاثة إذا موجودة إن شاء الله إحنا نقدر ننمي صحة أطفالنا النفسية، ونسمع جيل يعني يكون جيل متزن وجيل يساهم حتى في المجتمع إن شاء الله في المستقبل يا رب يا رب. دكتورة جميلة النقطة اللي ذكرتيها في النهاية، دائما ذكروا عيالكم، أنا أقول يعني شيء يعني شوي ما بنكون متعودين عليه في ثقافتنا نحن، ولكن جميل أني أزقر هذا الطفل وأقول له ترى أنا أحبك. ليش أحبك؟ بس أن أنت ولدي الجميل المهذب اللي تسمع الكلام. وأيضا دكتورة نقطة مهمة يعني أنا لاحظتها وقلت يعني بذكرها اليوم لك، أن نحن مهم أن نذكر أطفالنا، يعني أنا كل يوم الصبح أقولهم ماما دايما مو مهم شو تسوون في المدرسة، مو مهم يعني شو تتعلمون، المهم أنكم تكونون ناس زينين، يعني بمعنى هذه الكلمة أقولهم مهم أنكم ما تأذون حد، ما تشتمون حد، ما تعلون صوتكم على المدرس أو على أي حد ثاني. هذه نصيحة بسيطة لو نعطيها للأطفال الصبح وهم رايحين المدرسة كل يوم، إلا ما بترسخ في مخهم وبتم أن يعني أنت لازم تكون إنسان جيد، لازم تعامل الناس بطريقة محترمة عشان يردوا لك بالمثل. فدكتورة شكرا لك وعلى كلامك الجميل والمعلومات اللي قدمتيها، ويسرنا طبعا أنك كنت معنا ضيف اليوم الدكتورة أزهار محمد أبو علي، اختصاصي نفسي أول إكلينيكي بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. شكرا لك على هاي المشاركة الطيبة، ونلتقي فيك إن شاء الله. إن شاء الله يا شكرا لك ولمجهودك ومجهود الفريق، وشكرا للمستمعين، أعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لك دكتورة.
في نهاية حلقتنا أعزائي المستمعين أشكر لكم حسن المتابعة، آملين أن نكون قدمنا لكم اليوم الشيء المفيد اللي تستفيدون منه أنتم، سواء كأولياء أمور، سواء كأخوات، سواء كأفراد في المجتمع. هذا الطفل حق علينا أن نحن نربيه تربية حسنة. شكرا لكم على حسن الاستماع، وأشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة. كانت معاكم زميلتكم ميرا الخفلي، وفي الإخراج كان معانا مخرجنا المبدع حسين المازم، وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم ولأطفالكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة.